السلام عليكم، أستاذ أشرح السؤال الثاني من سلسلة دينامك أونلاين. بكل بساطة بحكي عندي هذا السؤال. في عندي زلمة بيكذب ابنه عشان يتمرجح مثلا أو عشان يسحبه. بكل بساطة بحكي لي بمشي بسرعة ستة سبيد ونص، هذا بدفش، هذا بيمشي قاعد ورا يدفش ابنه، ابنه يطلع سرعة واحد ونص، يعني بالمختصر اي اي 1.5. اللي إذا إكس إيه 4 واي بي 8، حسب السرعة عند البي، حسب السرعة عند البي إيش بعمل أنا؟ ببساطة معادلة الحبل هذا. السؤال السابق اللي درس الفيديو الماضي كان بعرف شو يعمل طول الحبل. طبعا هو بقول لي افرض طول الحبل 16، يعني الطول هذا قد هذا أو 16، طبعا ما بيهمنيش يهمني ليش؟ أنا ما أحكي هسه تساوي طول المثلث هذا، المثلث شكل زيرو لما أحكي لي إيه زيرو، يعني هيك الوتر عبارة عن إكس إيه تربيع زائد 8 تربيع، زين زائد إيش؟ زائد الواي بي، بس لهون حبل لهون، هذا الحبل لهون، زائد واي بي. أشتق زيرو بتساوي نفس الفيديو الماضي 2 إكس إيه إيه إكس دوت، يعني 2 جذر نفسه تربيع زائد 8 تربيع اللي هي 64 زائد في بي، زائد في بي، إذا في بي زائد في إيه اللي هي القيمة 2 مع 2 بتروح إكس إيه إيه قدر الطبيعي اكس تربيع زائد 64، والسرعة سالبة، سالبة يعني انه اي لفوق، يعني هاي لتحت، يعني هيك لفوق، هاي معنى السالب انه سرعة اي عكس بي، وهذا شيء منطقي. هو شرح السؤال. السؤال الثاني واجه نفسه ما اعطانيش قيمة السرعة اي 1.5، اعطاني التسارع على اي. هون بطبق معادلات الحركة، معادلة اي معادلات حركة، ما عوض أجيب الواي بي الواي إيه جذر تربيعي زائد 16 ناقص جذر تربيعي زائد 64 قيمة إكس إيه، وقول لما الواي بي 4، هون بالسؤال لما تقرأه إذا واي بي 4 احسب السبيد، السبيد لبي واحسب السبيد لإيه، فواي بي الواي إيه 4 فبحسب من خلالها إكس إيه وأطبق المعادلة. خلص السؤالين، أعطيكم ألف عافية.